بسم الله، ما زلنا لسه مع الماثيماتيكال فانكشنز، بس المره دي بنتكلم على الالجبرا فانكشنز. الالجبرا مهمه جدا ودايما بنستخدمها بشكل يعني في غالب في الابلكيشنز، في غالب الابلكيشنز في ايكويشنز بيبقى دايما في حاجه كده الجبرا موجوده معانا وهي منتشره اكتر يعني. طيب الالجبرا فانكشنز فيها شويه حاجات مهمه، زي طبعا زي الاس كيو ار تي اللي هو الجذر، وزي الباور والحاجات زي كده. هنبدا كده عليهم بالترتيب. اول ميثود هنتناولها اللي هي الابس، اللي هي الابسولوت فاليو، اللي هي بنسموها القيمه المطلقه، اللي هي قيمه الحد المطلق، اللي هي من الاخر ببساطه بتشيل الارقام السالبه عشان ما تشغلش بالك، اللي كنا بنحطها زمان كده س ما بين العلامتين اللي واقفين دول يعني. فدي كده كده لو كان في اي سالب بتشيل العلامات السالبه يعني. فانا قلت ماث دوت ابس، وقلت 15.9 من 10 مش عارف ايه، وخدت نفس البتاع كوبي بيست، وتعالى نعمل ايه واحد بالسالب مثلا. كل الفكرة هيطلع لك نفس الرقم بدون ايه، بدون سالب، هو بيترنكت السالب يعني، او بيشيل ايه الاشارة السالبة يعني. لو جينا جربنا كده وعلى ما نجرب هنعمل برنت تاني، طبعا هو 15.9 من 10 والتاني 15.9 من 10 وشال خالص السالب من الموضوع. هاخد كوبي كده بسرعة ومجرب على الساين نم او سانم. ساين نم اللي هي الخاصة بعملية الساين، اللي هي الإشارة يقصد بها الايه، الإشارة يعني. الفكرة بتاع الساين نم دي بتعمل ايه، بترجع لك قيمة تحدد لك إذا كان الرقم ده موجب أو سالب أو صفر. فلو كان موجب بترجع لي واحد، لو كان سالب بترجع لي سالب واحد، ولو كان صفر بترجع لي صفر، وبناء على كده أنا بقدر أعرف الرقم ده أكبر من صفر أو أصغر من صفر أو هو الصفر ذات نفسه. فعملت برنت، أخدت نفس التلاتة هم وهعملهم على ايه، على ساين نم. طيب بعد كده هنجرب ميثود جديده تانية، احنا ما غيرناش الاسم الفانكشن، معلش نغير كده نخليها ساين نم بدل ابس، احنا واخدين كوبي وبيست من ابس لكن نجرب الفانكشن اسمها ايه، ساين نم، اللي هي الساين. بعد كده خلاص كده هو كده هيجيب لي، طبعا هو لازم يكون عشان الرقم يكون دبل، فاحنا بنحط علامه الايه، علامه العشريه يعني، عشان يبقى الرقم يبقى دبل، لان بتشتغل بتاخد الانبوت بتاعها في الاساس دبل. طيب كلام جميل. تعال بقى نعمل ايه، نجرب الفانكشن اللي بعد كده اللي هي اس كيو ار تي، ودي طبعا اللي هي خاصه بالجذر التربيعي. هنا طبعا بيوريني النتيجه بس اللي هي اللي احنا شفناها اهي، النتيجه بعد ما صلحت بقت واحد وسالب واحد وصفر زي ما احنا قلنا، مش الارقام. تعال بقى في الاس كيو ار تي اللي هو عباره عن الجذر التربيعي للعدد اللي احنا بنحدده. لو جينا جربنا كده هنجيب مثلا، ناخد امثله من الامثله بتاعت مثلا الساين نم ديت، وتعالى نحط مكانه اس كيو ار تي، اس كيو ار تي، وتعالى ندي ارقام بتاعت الجذور اللي احنا عارفينها يعني، عارفين اللي هي تتحسب بسهوله دي. هات مثلا 16، وطبعا نحط له 0.0 عشان يبقى، عشان هو اصلا دبل. وهات مثلا ايه، هات 9، طبعا هنحط 0.0 برضه عشان هو بياخد الرقم بتاعه دبل. وتعالى نعمل ري ران كده من تحت، واحنا بنعمل ري ران ناخد كوبي من الاس كيو ار تي، طبعا جاب لي 4 و3 لان 16 بتاعت هي ال4 و9 اصلها ال3. تعالى بعد الاس كيو ار تي طبعا الجذر، طبعا اي شيء ما تحت الجذر بحطه دايما ما بين الايه، القوسين يعني، بنحطه ما بين القوسين بتوع الاس كيو ار تي. تعالى بقى نجرب الباور، هنحط مكانه ال نحط، خليه نغير الارقام، خليها مثلا ارقام تكون معروفه، لان طبعا احنا عندنا بنعمل باور بنبقى عندنا تو بارامترز، الرقم والاس اللي احنا عايزين نرفع ليه. فانا قلت 4 اس 2 اللي هي كانت الجذر بتاعنا صحيح، طبعا دي لازم نغير الاس كيو ار تي نخليها باور، خليها باو، ونجرب واحده ثانيه للباور تكون اس اي حاجه، اس اي حاجه غير الاثنين يعني، مثلا 5 و5 مثلا اس 5، يبقى 5 اس 5 او 5 اس 3 اي حاجه. القصد ان انا اقول ان ممكن الاس هنا ما يبقاش اس 2 بس، لان الاس 2 طبعا ممكن اقول الرقم في نفسه وخلاص، وتبقى اتعملت مرتين وخلاص. واعمل ري ران للبرنامج بتاعي هتلاقي ان طلعت معايا 16 و125، 5 في 5 في 5 مظبوط. ده كده ايه، ده برده من الميثودز الرياضيه الشهيره اللي بتستخدم كتير جدا. تعالى بعد كده ناخد الفانكشن اللي بعد الباور، طبعا دي بس الشرح بتاع الباور، اللي هو بتاخد رقمين، الرقم الاول بترفعه لاس الرقم الايه، البارامتر الثاني او الارجمنت الايه الثاني. طيب بعد كده هناخد الاكسب،
ودوت الثابت اي مرفوع للرقم، يعني لو جينا قلناها هتلاقيها كده بتحدد قيمة الثابت اي مرفوع للرقم اللي احنا بنحدده بعديها. الثابت اي احنا اتفقنا وشفناه من شوية اللي هو 2 و 718، وطبعا ممكن نستغنى عنه ونكتب ماس دوت اي، احنا كنا جربنا الماس دوت اي مع الثوابت الرياضية قبل كده. فلو جينا مثلا على سبيل المثال يعني احنا عرفنا ان هي اصلا بترفع اس، فلو قلت ماس دوت باور 2718 من 1000 مرفوعة للأس 2، يبقى دي المفروض تجيب لي 2718 من 1000، مظبوط. ولو جربنا ماس دوت باو على الثابت اللي بيجي من الكتل ان هو ماس دوت اي أس 2، هيجيب لي نفس الايه، هيجيب لي نفس الرقم. واخيرا ممكن نجرب الفانكشنز نفسها اللي هي ماس دوت اي اكس بي، وهديها الرقم 2 هنا، خلاص بقى على طول ايه اس 2. يعني المفروض الماس دوت باور ماس دوت اي اس 2 هيجيب لي نفس كسب ايه اس 2. فلو جينا جربنا، طبعا لو انت مش فاهم الحاجات الرياضيه دي مش فارق كتير معانا، بس تبقى عارف ان الماس دوت دي موجوده. فطبعا اول واحد 3 وطبعا 387، والتانيين جابوا زي بعض لان انا ضارب اس ايه اس 2. فانا مش عايزك تخاف من الحاجات اللي هي خاصة بالرياضة لو انت مش فاهمها، لكن لو انت عارفها هي عشان لو تعرف تحب ايه تستخدمها.